يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفي شخص وأراد أخوه إذا توفي شخص وأراد أخوه أن يدفع لمن يحج عنه، وذلك قبل أن يسدد أولاده ديونه التي عليه لأن حقوقه لم تصرف بعد، فهل يجوز ذلك؟ يعني هو يبي يتبرع عن أخيه ويحجج عنه واحد، ما في بس. إذا كان يبي يتبرع من ماله هو ويحجج واحد عن أخيه فلا بأس بذلك. طيب، نعم.